هذا سائل يقول: هل هذا القول صحيح وهو أن أعمال الجوارح يقول هل هذا القول صحيح أعمال الجوارح هي جزء من الإيمان ولا نقول فيه ولا نقول ركن لعدم الدليل على ذلك؟ أركان الإيمان ستة ذكرها في حديث جبريل، أما حقيقة الإيمان تعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا تعريفه ما هي بأركانه، هذا تعريف الإيمان. أما أركانه فهي الأركان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.